أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار فندم هوب ادم الحناوي. اهلا اهلا بيه. اتفضل.
كله أصلي. أمال أنت فاكرنا شغالين في إيه؟ أيوة بس دول لو اتمسكوا هنروح في ده. أنت خايف؟ لا مش خايف، بس دي سمعة. لما أنت خايف على سمعتك وافقت تشتغل معانا ليه من الأول؟ أنا قلت حاجة اتفرج ونتكلم مش أكتر. أنت من البداية عملت مايل، وده بصراحة مخلينا مش مطمنين لك. أصل أنا عندي تجارة تانية نضيفة شغلاني شوية. لولا التليفون اللي جالنا ما كناش اديناك فرصة تانية. تليفون إيه؟ الحق يا ريس، الحق يا ريس، الحكومة داخلة على هنا. إيه؟ اطلع من هنا بسرعة. روح فين؟ هتطلع من الباب ده هتلاقي مدى 10 دقايق وهيطلعك على الصحراوي. يلا. هو ده اللي قدرت عليه؟ بتهرب بعد ما ضيعتها وراحت منك؟ مريم ماتت مرة، أنا بموت كل يوم. إيه اللي وصلكوا لكده؟ راح فين الحب؟ ضاع زي ما هي ضاعت. وأنت إيه اللي ضيعك؟ القرف اللي بتشربه ده مخليك مش عايش في الدنيا. أنا مش مستحمل. أنت ضعيف يا هشام، أنت ما قدرتش اللي عملته عشانك مريم. أنا كان عندي أحلام ما عرفتش أحققها. دي شماعة بتعلق عليها ضعفك. لا دي حقيقة، أنا كسبت مسابقة غنى والناس كلها كانت بتجري ورايا، وفجأة كل حاجة راحت. الغنى كان خطوة وخلاص، كمل حياتك. أنت مش عارفة حاجة. لا أنا عارفة، مريم كانت تحكي لي كل حاجة، حاجات كتير أنت متعرفهاش. ازاي اعمل ايه يعني؟ ما انا حاولت يا مريم. حاولت ايه؟ حاولت في مسابقه ضحكوا عليك فيها، نمت لي انت بقى جنب وعودهم؟ انا عايز اعيش، انا تعبت تعبت. طيب خلاص خلاص، هنزل ادور على شغل. سمعت الكلام ده 100 مره قبل كده. يعني انت بتعايريني؟ بتعايريني عشان بستلف منك فلوس؟ فلوس؟ هو انا بقى حيلتي فلوس؟ انا فلوسي كلها راحت على الهباب اللي انت بتطفحه، لحد ما خلاص عقلك راح وصحتك راحت، ما فاضلش غير انك تبيع البيت اللي اهلك سايبينه. قلت لك هبطل هبطل. قلت وما بتبطلش، وكل يوم بتزيد اسوأ من اللي قبله. انا خلاص زهقت وزهقت وما بقتش قادره. يعني انت زهقت مني يا مريم؟ وزهقت من روحي، وزهقت من العيشه اللي انت وهمتني انها تبقى جنه معاك، وحولتها بايدك لنار ما حدش بيتكوي بيها غيري. طب خلاص اديني فرصه اخيره، هنزل اشتغل وهصرف عليكي وعلى البيت وهعرف اجيب فلوس. انا مش عايزه فلوس، انا عايزه راجل، عايزه احس اني متجوزه راجل، مش خيال مقاتة لا بيهش ولا بينش. لا ما هو انا راجل غصب عنك يا مريم. الرجوله مش بمد الايد، الرجوله احساس بتلاقيه الست جواها قصاد اي حد. وانت مش راجل ولا عمرك ما هتبقى راجل، وانا مش قاعده لك فيها ثانيه واحده. مريم مريم، دمرتها وخليتها ترمي نفسها الناس ما رحموهاش. ماتت وهي مش مسامحاك، ولا انا عمري ما هسامحك. ايه يا رحمه؟ انا لسه خارج من الشركه وانت فين؟ يعني اجي لك على فين يعني؟ ايه؟ مش سامع كويس، السجن الوحش قوي. ايه؟ فين؟ شريف يا كويس اني لحقتك. في ايه؟ طب خلص تليفونك. طب بقول لك ايه، هكلمك تاني. اوكي؟ باي باي باي. الو؟ الو؟
يوه ليه يا ابني مالك شكلك مبهدل كده ليه وجايب تاكسي ليه؟ انا هربان من البوليس يا شريف. ايه؟ هربان من البوليس. يا نهار اسود. طب اركب اركب بسرعه اركب. انا مستنياكي بقالي كتير. ما طلعتيش اللي زي كل مره. خفت لا يجي ولا حاجه. ها رحتي لهشام؟ رحت. وعملتي معاه ايه؟ ملكيش دعوه. بقولك ايه، بكره الساعه 10 في نفس المكان. طيب وهتعملي ايه دلوقتي؟ انت مالك بقى؟ روحي انت يلا. اوكي يلا. حاضر. عم احمد. نعم. لو سمحت اركن العربيه. حاضر. ايه وقفت ليه؟ انزل يا ادم عايزك. انزل. ايه في ايه؟ هو انت ايه اللي وداك للناس دي؟ وايه اللي خلاك تتورط معاهم؟ يا اخي انت كده هتودي نفسك في ده. انا كنت رايح اخلص الموضوع. دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه، انا هربت وجيت لك على طول. ادم انت لازم تسلم نفسك دلوقتي حالا. يا عم انت لا بعت ولا اشتريت، يعني ما حدش يقدر يمسك عليك حاجه. واول محامي هتقابله هيطلعك منها كده. مش عارف. وديني بيتي القديم. هروح استخبى فيه يومين لحد ما افكر انا هعمل ايه. يا عم بيتك القديم اكيد هيدوروا عليك هناك طبعا. ما حدش يعرفه. والتليفون انا قفلته خلاص. بقول لك ايه، انا مش موافق على الكلام ده خالص. يعني انت موقفنا هنا عشان تقول لي الكلام ده؟ يلا. وصلني البيت، وصلني البيت وبعدين نبقى نتكلم. يلا. انت حر. اركب. يا باشا يا باشا افهمني بس بعد اذن حضرتك. اتفضل معايا. يا باشا انا مجرد موظف في البازار والله ما اقدر. اتفضل معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. هو في ايه؟ الحكومه جت وفتشت المعرض حته حته ولما ما لقوش استاذ ادم اخذوا رزق. هم عاوزين ايه من ادم؟ معرفش، ربنا يستر بقى. هو ادم فين دلوقتي؟ محدش عرف له طريق. ربنا يستر. عليه وانا مش عارفه اعمل ايه.
مش عارفه اسيب نفسي واكمل، ولا حتى عارفه مش عارفه اسيبه. رحمه انا محتاجاك يا رحمه، محتاجاك. شفتك فيه أول ما جت عيني عليه. أنت عاوز مني إيه؟ عايزك تديني فرصة أساعدك. أنا حاسس إنك لوحدك ومحتاجة حد جنبك، وأرجوكي أرجوكي خليكي معايا. أنا آمنتي؟ ما ينفعش، يا ريتك تسيبني في حالي. هو ده اللي ما ينفعش. انت جيتي النهارده علشان حاسه باللي انا حاسس بيه. انا جيت عشان اترجاك تبعد عني، مكالماتك عامله لي مشاكل كتير، انا مش مستحمله. لو مش عاوزاني اكلمك ما كنتيش اديتيني نمره تليفونك. انت عايزاني زي ما انا عايزك بالظبط، لكن بتهربي يمكن عشان فرق السن. مش ده اللي في دماغي خالص. امال ايه؟ كل واحد فينا عنده اللي ما ينفعش يقوله لحد، زي ما كل واحد فينا ما بيلاقيش اللي هو عايزه كل يوم. انت مش قادر تفهمني. انت اللي مش عايزه تفهميني. لو بس تجربيه وتخليه الحاجه اللي تربط بينا. انا همشي، وأرجوك ما تتصلش بيا تاني. إن شاء الله. أنا أوعدك. لازم توعدني. أنا ما تعودتش إن أوعد وأخلف وعد. شفتي نور إيدك إزاي؟ اتفضل. مساء الخير. مساء النور. فين يا رحمه؟ رحت البيت ما لقيتكيش، موبايلك مقفول، قلت اكيد هلاقيكي هنا. اكيد حضرتك عارف اللي حصل بيني وبين ادم. اتفضل اتفضل. بس المره دي بقى مش هينفع. اي وايه بس اللي مش هينفع؟ انا جايلك في حاجه تانية خالص. مصيبه يا رحمه، مصيبه. مصيبه ايه؟ البوليس بيدور على ادم في كل حته، جم البيت عندنا وراحوا الجاليري بيدوروا عليه في كل مكان. بوليس؟ ليه؟ عايزينه في ايه؟ مش عارف. انا رجليا ما بقتش شايلاني ودماغي عماله تودي وتجيب. طب هو فين دلوقتي؟ موبايله مقفول ومحدش عارف عنه حاجه. قلت اجيلك يمكن تعرفي عنه حاجه. انا ما شفتوش من ساعه ما اتخانقنا، وبعدين رحت البيت ما لقيتوش. معرفش، انا تعبت من اللف والدوران عليه ومش فاهم حاجه ومش عارف اي حاجه. كل اللي قدرت اعمله انه اخبي على والدته، واضطريت اسيبها وانزل عشان الف وادور عليه. يبقى لازم اروح القسم يا انكل ونشوف عايزينه ليه. رحت ما يعرفوش عنه اي حاجه. كل اللي قالوه لو عرفنا عنه حاجه نبلغهم عشان ده في مصلحته. غريبه، هيكون راح فين يعني؟ محدش عارف عنه حاجه، محدش عارف اصلا هم عايزينه في ايه. غريبه قوي. هو ادم هيعمل ايه يعني عشان البوليس يدور عليه؟ اكيد هي ورطته في اي حاجه. هي مين؟ رحمه؟ هو في غيرها؟ وهي مالها بس ومال شغل؟ لا يا حبيبي، دي ما تستبعدش عنها اي حاجه. وانت طبعا كنت رايحه تبلغيه باللي انا قلته لك. طبعا كان لازم اخليها اعرفها على حقيقتها قبل ما توديه في داهيه. حقيقه ايه بس يا سهر؟ ما خفتيش على شكلي انا؟ ليه؟ شكله كان هيحصل له ايه؟ ما انا قايل لك يا حبيبتي ده سر ما حدش يعرفه غيرك دلوقتي. انا ما كانش قصدي غير اني اساعده.
انت قصدك انك تنتهي منها وبس يا سهر، ما يهمكيش اي حاجه تانية. انت دخلت هنا ازاي؟ طلعتي منين؟ هتهرب لحد امتى؟ وهتروح فين؟ يا شيخ عايزه مني ايه؟ قوليلي. جايه اتفرج عليك وانت ميت في جلدك. ارحميني بقى يا شيخه. وانت كنت رحمتني. ما تاذينيش، ما تاذينيش، ما تاذينيش. سلمى، انت فين يا سلمى؟ اهلا. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. ممكن اشوف سلمى؟ اتفضلي. انا صحيت ما لقيتهاش، مش عارفه هي فين، بدور عليها. خرجت يعني؟ لا يا حبيبتي، تعالي يا سلمى. في ايه يا تيتا؟ ده دولاب فاضي، اخدت كل هدومها. يا نهار اسود. انت ما بتردش عليا ليه؟ سلمى، انت ايه اللي جابك؟ الشيخ لو شافك هرفدني. انا مالي بيه؟ انا عايزاك انت. طب عايزه ايه؟ فاهميني، انا ورايا شغل مش فاضيلك. سيب كل حاجه دلوقتي وتعالى معايا. اجي معاكي فين؟ عايزاك في حاجه مهمه محتاجالك. طب بالراحه، فهميني فيه. مش هينفع كده زي الحراميه. اتفضل تعالى معايا. طيب حاضر حاضر، اسبقيني انت على اول الشارع وانا هاجي وراكي. متتاخرش. حاضر يا ست، اتكلي على الله. هاتوت على باي باي. ده اللي انا كنت خايفه منه، كنت حاسه انه هيورط نفسه مع الناس دي. يا ريتك لحقته يا شريف. ليه يا بنتي؟ هو انت مش قلتيه ما افتحش الموضوع معاه؟ كان نفسي تلحقه. انا اللي هيجنني حاجه واحده. اشمعنى البوليس طب عليه وهو رايح لبتوع الاثار دول؟ ايه؟ في حد مبلغ عنه ولا ايه؟ حد زي مين يعني؟ معرفش، ولا هو كمان يعرف.
الموضوع ده فيه حاجه غريبه انا مش فاهمها. هو راح فين بقى؟ هيفضل مستخبي لحد امتى؟ مالك يا شريف؟ مش انت بتشوفه؟ ما تقول لي بقى. لا اصل هو قال لي ما اقولش هو فين. انت هتشك زيه ولا ايه؟ لا مش موضوع شك بس يعني. بس ايه يا شريف؟ خلاص انا مش عايزه اعرف. بس انا صعبان عليا مامته. مامته عيانه. لو عرفت حاجه زي كده ممكن تروح فيها. بابا حالته صعبه قوي. مش بص يا رحمه انا عايز اسالك سؤال وترد عليا بمنتهى السرعه. ما تسالوش يا شريف. لو سالته هنخسر بعض. اصل يا رحمه مفيش حد يعرف موضوع الناس دي. ليه يعني؟ وانا هوديه في داهيه؟ انت شايفني رئيس عصابه؟ لا اعوذ بالله. بس مين اللي عمل كده؟ السؤال ده ما تسالوش ليا. روح اساله لصاحبه. انت هتفضل قاعد ساكت كتير كده؟ وانا هتكلم اقول ايه بس يا حبيبتي؟ طمني يا هارون، كلمني قولي ادم ما بيجيش ليه يسال عليا زي عوايده؟ يا ستي يا حبيبتي ابنك مسافر. مسافر فين؟ هيكون مسافر فين يعني؟ سفريه شغل. طب ورحمه؟ مالها رحمه؟ هي كمان ما بتجيش تسال عليا. هو تلاقيها مشغوله رخرة، ما انت عارفه المدارس وشغلها. وبعدين يعني هو حد فاضي يسأل على حد دلوقتي؟ انت مخبي عليا ايه يا هارون؟ هخبي عليك ايه بس يا حبيبتي؟ دي مش عشرة يوم ولا اتنين يا ابو ادم. بصراحة بقى انا دماغي مشغولة بمشاكل المستشفى. ازاي وانت بطلت تروح اصلا؟ صباح الخير يا دكتور. انا شريف. ازيك حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبي. مفيش اخبار عن ادم يا شريف؟ ما انا قلت لك مسافر. ادم مسافر. ادم مسافر يا دكتور. دكتور بعد اذن حضرتك كنت عايز اخد رايك في حاجه، يعني استشاره طبيه بس. قوي قوي يا حبيبي. عن اذنك هتمشي شويه مع شريف. مش عاوزه حاجه؟ لا مش عايزه. عن اذن حضرتك يا طنط. اتفضلوا. تعالى يا شريف. اتفضل. يعني انت عارف مكانه يا شريف؟ ايوه. وجاي عشان اطمن حضرتك. طيب انا عايز اشوفه. لا ممكن ما ينفعش حد يشوف اليومين دول خالص، ممكن يكون متراقب ولا حاجه. ما هو انا لازم اعرف مكانه. اديك شايف والدته عامله ازاي. انا زهقت من كره الكدب عليها لغايه ما بقت حاسه ان في حاجه. ما تقلقش، هو عنده مشكله وبيحاول يحلها. ايه المشكله اصلا؟ مش فاهم. هو عنده مشكله في الشغل. في ناس ضحكوا عليه وتورط معاهم في حاجه. ايه اللي خليه يتورط؟ وتورط في ايه؟ بص يا انكل انا ما عنديش تفاصيل، وهو لما يعرف يكلم حضرتك هيبقى يشرح لك كل حاجه. يعني ايه يا شريف مش حاضر اشوفه؟ معلش يا انكل، اليومين دول بس كده لحد ما يتصرف. وبعدين معاك يا ادم، وبعدين معاك هيودينا وراه لحد فين؟
ايه ده؟ دي فلوس انا بحوشها، خدهم. اعمل بيهم ايه يعني؟ اعمل حاجة تصرف بيها علينا. مش فاهم. وانا مش قلتلك اننا هنتجوز؟ وانا قلتلك ان انت مجنونة، ما ينفعش طبعا. لا هينفع، انا خلاص ما بقتش طايقة العيشة دي. الحل الوحيد اننا نتجوز وابعد عن كل حاجة بتفكرني باللي حصل. يا بنتي انت لسه في المدرسة، وانا لسه بكون نفسي ولسه بشوف ان شاء الله اعرفي. المهم تخلصني من اللي انا فيه. طب وجدتك؟ هترتاح مني، هي اصلا ما بقتش حمل اللي انا بعمله ده. سلمى انا مش موافق عشان انت جبان. سلمى مش انت راجل؟ خايف من ايه؟ انا هو بساعدك عشان تفتح بيت ونعيش فيه. مش بالطريقه دي. انا لو فضلت كده كتير هنتحر وحصل ندى. اللي انت بتقوليه ده كفر. واللي انا عايشه فيه ده اسمه ايه؟ الناس كلها مجرمين، ما فيش حد فيهم عدل. انت الحاجه الوحيده اللي بتريحني، عشان كده قلت نتجوز. على فكره انا خلاص لميت حاجتي وسبت البيت. فاهمة يا سلمى؟ انا ما عنديش حاجه اقدر اقدمها لك. انا انت بتحبني ولا لا؟ بحبك. وانت متاكده من ده؟ خلاص يبقى مفيش حل غير ده. سلمى مش دي صفا صاحبتك؟ سيبك منها دلوقتي يلا بسرعه. تاكسي يا سلمى. يا بنتي دي بتتكلم. استني يا سلمى. سيبك منها. تاكسي يلا اركب بسرعه. اطلع يا اسطى. سلمى استني يا سلمى. يخرب بيت جنان اهلك. ايه اللي انت بتقوليه ده تاني يا رحمه؟ انت مش عايزه تاخدي بدار صاحبتك؟ أكيد، بس أنا ما بقيتش فاهمة أنت بتعملي إيه. باخد حقها. مريم اترمت جثة في الشارع من غير أي رحمة، واللي عمل كده أنا مش حاسيبه. أيوة، بس أنت بالطريقة دي ممكن توصليه إن هو يقتلك. مالكيش دعوة، أنا عارفة بعمل إيه. رحمة، أنت يوم ما رجعتي وأنا بعمل كل حاجة بالحرف الواحد بتقوليها لي، لكن بجد أنا بقيت خايفة عليكي. ما تخافيش، أنت بس اعملي اللي بقولك عليه بالظبط، وأوعي تنسي أي حاجة. مش هنسى، بس انت خلي بالك من نفسك، لحسن الموضوع دخل في الجد وممكن. ما تقلقيش، يلا روحي انت بس. عايز اقول لك ان الواد ده غلبني قوي، كنت عمال اكلمه من الصبح مفيش رقمه، ما بيجمعش، بس قضيت من حد. المهم ان انت قضيت وخلاص. دوس يا معلم هتعجبك. ايه ده؟ انت مستني حد؟ لا. شوف مين. استنيتك لقيتك ما جيتش، قلت اجي لك انا. ولما اجي لك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كتير. مش فارق اصلا. طب يا اتش هاجي لك انا بعدين. انت مش حاسس بالذنب ناحية مراتك؟ هو انت مش كنت مسافره؟ ايه اللي رجعك؟ رجعت اخد حق مريم. مني انا؟ مش منك انت. أنا مش فاهم أنت عايزة إيه؟ عايزة أديك فرصة تكفر على اللي عملت فيها. يعني إيه؟ أنا مش فاهم أنت بتقولي إيه؟ ولا عايز أفهم. ومريم ماتت خلاص. مريم اتقتلت. أنت بتقولي إيه؟ اللي سمعته. اتقتلت إزاي؟ دي جالها هبوط وهي ماشية في الشارع، وأنا استلمتها بنفسي. اتقتلت واترمت في الشارع. اترمت؟
واحد ضحك عليها حاول ياخدها منك ولما رفضت قتلها ورماها في الشارع قريب من بيتك عشان تبان الحكاية طبيعية. يعني ايه؟ لو عايز تعرف مكانه تعرف هو مين انا هقولك. هو مين؟ كسفنا من